أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن رب العزة سبحانه من تمام حكمته ومن رحمته بخلقه أن تدرج معهم في التشريع، فقد تدرج المولى سبحانه في تشريع الصلاة، في تحريم الخمر، وأيضا في فرض الصوم. فإن المولى سبحانه ما فرض الصوم بالهيئة التي نحن عليها على عباده المؤمنين مرة واحدة، وإنما تدرج المولى سبحانه في تشريع الصوم. وعند جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن تشريع الصوم مر بثلاثة مراحل، أما عند الأحناف فإن الصوم قد مر بأربعة مراحل، ذلك أن الأحناف قالوا بأن أول صوم فرض على المسلمين هو صوم عاشوراء، واستدلوا لذلك بما ورد من حديث سلمة بن الأكوع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ينادي في الناس يوم عاشوراء: من أكل فليتم صومه، ومن لم يأكل فليمسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا بأن صوم عاشوراء هو أول صوم عرفه المسلمون، وذلك قبل فرض رمضان. أما جماهير الفقهاء فهم على أن أول صوم فرض هو صوم رمضان، وذهبت جماهير الفقهاء إلى أن أول تشريع للصوم هو صوم رمضان، واتفق الفقهاء جميعا على أن صوم رمضان أول ما فرض كان على سبيل التخيير، ولم يكن الصوم على سبيل الحتم والإلزام. فبعدما بين المولى سبحانه لعباده المؤمنين أنه كتب عليهم الصيام كما كتبه على الذين من قبلهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال المولى سبحانه بعد ذلك: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمولى سبحانه فرض الصوم على عباده ثم جعل رخصة في هذا الأمر، ذلك أن من كان قادرا على الصوم مطيقا له فله أن يأخذ بهذه الرخصة، وعلى الذين يطيقونه على القادرين على الصوم الذين لا يرغبون في الصوم ويريدون أن يأخذوا بالرخصة بدلا من العزيمة، فما يفعلون؟ يقول المولى سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يمكنك أن تفطر وألا تصوم، لكن شريطة أن تطعم مسكينا عن كل يوم تفطر فيه. فأول مرحلة لفرض الصوم عند جماهير الفقهاء، وثانيها عند الأحناف، أن العبد المكلف كان مخيرا بين الصوم وبين الفطر والإطعام، ولكن أيهما كان أفضل، العزيمة وهي الصوم أم الرخصة وهي الفطر؟ يبين المولى سبحانه أن العزيمة أفضل، فيقول المولى سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم يخبرنا المولى سبحانه: ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبين المولى سبحانه أن الصوم أفضل من الفطر مع الإطعام. أما المرحلة التالية وهي الثانية عند جماهير الفقهاء، الثالثة عند الأحناف، فكان الصوم فرض عين على كل مكلف قادر على الصوم، ولكن كان الصوم على هيئة مغايرة للتي نحن عليه، فقد فرض المولى سبحانه الصوم
فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الصوم فرض عين على كل قادر عليه. واستثنى المولى سبحانه طائفتين من المخاطبة بأحكام الصوم وهما المريض والمسافر، وبين أن ما يجب عليهما هو القضاء لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر. فبين المولى سبحانه أن الصوم صار فرض عين، ولكن القضاء يكون على المسافر وعلى المريض، ولكن كان الصوم على هيئة غير التي نحن عليها، فقد كان الصوم يبدأ بمجرد أن ينام الإنسان بعد غروب الشمس. فبمجرد نوم الإنسان من بعد غروب الشمس يبدأ صوم يوم جديد، يصوم إلى غروب شمس اليوم التالي. وذهب ابن عباس إلى أن الصيام كان بعد صلاة العتمة، بعد صلاة العشاء، ولكن كان هذا للتغليب. وإلا فإن عمر قد رجع إلى امرأته بعدما صلى العشاء فوجدها قد نامت، وقيس بن صرمة رضي الله عنه نام بعد صلاة المغرب وقبل أن يفطر فأمسك إلى اليوم التالي، وكان ذلك سببا في نزول آيات نسخت الأحكام السابقة، وهي أن الصوم كان يبدأ من وقت نوم الإنسان إلى غروب شمس اليوم التالي. وقد ثبت حديث في صحيح البخاري بهذا المعنى أن الصوم يبدأ بنوم الإنسان من بعد غروب الشمس. وكان الموقف الذي وقع لقيس بن صرمة سببا في نزول بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، وهو قول الحق سبحانه وتعالى في إباحة إتيان النساء من الليل. وهذا ما نعيش معه بأمر الله سبحانه في لقاء قابل نعرض فيه للمرحلة الأخيرة من تشريع الصوم، وكيف أن المولى سبحانه وكلوا واشربوا قد نسخ الأحكام السابقة التي كان الإنسان يمتنع فيها عن الطعام وعن الشراب بمجرد نومه إلى غروب شمس اليوم التالي. وهذا ما نعرض له بأمر الله سبحانه في لقاء قابل بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يا